الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين باب اخر من ابواب كتاب الكافي الشريف باب وقت ما يعلم الامام جميع علم الامام الذي كان قبله في هذا الباب يختار الكوليني رضوان الله تعالى عليه ثلاثة أحاديث حول هذا الموضوع وهو أن الله سبحانه وتعالى فضل الأنبياء والأئمة بأمور كثيرة اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وعلمهم وفهمهم وأجرى على أيديهم المعجزات وغير ذلك من أمور فضلهم بها على غيرهم ولكن باعتبار أن هؤلاء مخلوقون فكل ما لديهم من فضائل فإنما هي من الله سبحانه وتعالى وليس بالضرورة أن تكون تلك الفضائل منحت لهم في وقت واحد. فالله سبحانه وتعالى حينما خلقهم خلقهم فاضلين لهم الفضائل وبعد ذلك زادهم فضائل أخرى وهذا لا محذور. فيه عقلا ولا نقلا. ولذلك نجد ان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ساره رسول الله صلى الله عليه واله قبل رحيله، فلما سئل عن ما قال له، قال: علمني رسول الله الف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب، يعني مليون باب من أبواب العلم، رسول الله صلى الله عليه وآله علم أمير المؤمنين وقت رحيله، بأمر من الله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أن هذا الفضل إنما الله سبحانه وتعالى منحه لأمير المؤمنين وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. لان الله سبحانه وتعالى حكيم وحكمته احيانا تقتضي في التدرج في الامور الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخلق كل انسان كاملا كما خلق ادم وحواء كاملين يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلق ادم رضيعا ثم بالتدريج كبره وانما خلقه كبيرا حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يخلق ناقة صالح وفصيلها في لحظة واحدة، هذه الناقة التي خلقت وخرجت من الصخور، من الجبل، هذه لم تكن صغيرة، لم تكن فصيلا ثم بالتدريج كبرت، كلا وإنما خلقها كبيرة ومعها فصيلها ترضعه. فالله سبحانه وتعالى حكمته قد تقتضي أن يخلق الأشياء دفعة، وقد تقتضي حكمته التدرج في الأمور، يعني الله سبحانه وتعالى حينما خلق السماوات والأرض، طبعا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن الحكمة اقتضت أن يخلق السماوات والأرض في ستة مراحل. خلق السماوات والأرض في ستة أيام. حتى العلم الحديث أيضا يبين ذلك أن السماوات والأرض هذه تكونها وتشكلها بهذه الصورة التي نراها هذه حصلت بالتدريج، يعني حصل انفجار كوني كبير قبل 15 مليار سنة وبعد ذلك ضمن تفاعلات فيزيائية مختلفة تكونت المنظومة الشمسية، تكونت الارض، تكونت الشمس، وهذه السماوات وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض في أقل من لحظة، لكن الحكمة اقتضت بهذا التدرج. الله سبحانه وتعالى حينما يريد يخلق الناس. الله خالق أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله يخلق، لكن الله سبحانه وتعالى جعل أسباب، أحيانًا أسباب غير اختيارية، وأحيانًا أسباب اختيارية بالنسبة للناس، لكن الله هو الذي يخلق، الله قادر على أن يخلق كل إنسان كما خلق آدم وحواء. لكن الحكمة اقتضت أن تكون هناك مراحل نطفة علقة مضغة عظام جنين كسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر يولد رضيع وبعد ذلك يبدأ بالنمو تدريجيا نمو في بدنه ونمو في عقله إلى أن يبلغ أشده وبعد ذلك أيضا يتدرج نحو قوس النزول هذه حكمه الله سبحانه وتعالى وهذه الحكمه في التدرج احيانا ايضا كانت بالنسبه الى اوليائه يعني الله سبحانه وتعالى حسب الروايات حينما اراد ان يخلق محمدا وال محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام اولا خلق نورا وهذا النور كان نورا عظيما هذا النور من عظمته جعله مادة لأرواح محمد وآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام فخلق منه أرواحهم بعد ذلك خلق الجنة وأعلى منطقة في الجنة عليين ومن أعلى عليين خلق أجسامهم ثم مزج الأرواح بالأجسام وأنزلهم إلى الأرض ولدوا كما يولد سائر الناس كانوا أجن في بطون أمهاتهم ثم ولدوا ثم كبروا وهكذا وكذلك في علمهم الله سبحانه وتعالى علمهم لكن بالتدريج كما انه حينما خلق ادم واراد ان يبين فضله للملائكه وعلم ادم الاسماء كلها قبل ذلك ادم لم يكن يعلم تلك الاسماء لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه زين في مرحله من المراحل هذا الباب الذي الآن نتلوه يبين كيفية بعض علومهم، وهو ان بعض العلوم تنتقل اليهم حين نطقهم بالإمامة، كما ذكرنا فيما مضى هؤلاء أئمة كانوا والرسول كان نبيا وآدم بين الماء والطين يعني قبل أن ينزلهم الله سبحانه وتعالى في صلب آدم أنوارهم كانت مخلوقة وفي حديث حبيب بن مظاهر رضوان الله تعالى عليه يسأل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كما يرويها الصدوق في علل الشرائع ما معناه قبل خلق الخلق ما كنتم اين كنتم بهذا المضمون الامام يقول كنا الامام الحسين يقول كنا اشباح نور حول العرش نعلم الملائكه التسبيح والتهليل وحينما امر الله سبحانه وتعالى الملائكه ليسجدوا لادم لم يامر تلك الانوار للسجود لادم لانه افضل من ادم ولذا حينما عصى ابليس الله سبحانه وتعالى يخاطبه استكبرت ام كنت من العالين؟ هؤلاء العالون محمد وال محمد وال محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام هؤلاء كانوا اعلى درجة من ان يسجدوا لادم انت من هؤلاء او استكبرت؟ هذا نوع تقريع له يعني انت لست من العالين فلماذا استكبرت؟ مراحل من علومهم حينما كانوا اشباح نور. مراحل اخرى من علومهم علمهم الله سبحانه وتعالى حينما انزلهم الى الارض. فهم كانوا ائمه عليهم الصلاه والسلام والرسول كان نبيا صلى الله عليه واله قبل ان ينزل الى هذا العالم، وقبل ان ينزلوا الى هذا العالم. وعلمهم علوما وبعد ان انزلهم الى هذا العالم علمهم علوم اخرى، فهم ائمه لكن امام ناطق وامام صامت، يعني حينما رسول الله صلى الله عليه واله كان حيا في هذه الارض، قبل ان ينتقل الى الرفيق الاعلى وهو حي ايضا، لكن بحياه برزخيه في حياة رسول الله أمير المؤمنين كان إماماً والحسن عليه السلام كان إماماً والحسين عليه السلام كان إماماً لكنهم كانوا أئمة صامتين يعني الأمر والنهي لرسول الله صلى الله عليه واله وهم أتباع له وهذا لا ينافي إمامتهم لكن أئمة صامتون برحيل رسول الله صلى الله عليه واله نطق أمير المؤمنين تبوأ منصب الإمامة ظاهرا أيضا وليس معنى الإمامة السلطة الظاهرية، لا الإمام منصب رباني سواء كان مسلطا على سائر الناس أو لم يكن مسلطا. إبراهيم كان إماما ولم يكن حاكما. إني جاعلك للناس إماما، لم يكن حاكما وكان إماما، نعم السلطة منصب من مناصب الإمامة. الله سبحانه وتعالى تشريعا يشرعها للامام. قد الناس يرضون بذلك وقد يرفضون ذلك، لكن رفضهم لا يعني ان الله سبحانه وتعالى لم يشرع له السلطه. على كل حال فالامام في زمان الرسول هو امام لكنه صامت. وقت رحيل الرسول صلى الله عليه واله الرسول علمه سائر العلوم وهكذا كل امام حينما يلحق بالرفيق الاعلى الامام الذي من بعده يتعلم جميع العلوم التي كانت للامام السابق بامر من الله سبحانه وتعالى لان العلم الذي انزله الله سبحانه وتعالى في الارض على ادم ومن بعد آدم ازداد هذا العلم هذا العلم لم يرفع بمعنى أنه انتقل من نبي إلى نبي أو وصي إلى أن وصل إلى محمد صلى الله عليه وآله وبين عيسى وبين محمد عليهما وآله الصلاة والسلام كانت فترة من الرسل لم يكن هناك رسل في الأرض لكن كان بعض الأنبياء وأوصياء الأنبياء بين عيسى وبين محمد عليهما وآله الصلاة والسلام كان هناك أوصياء متصلون وآخر أوصياء عيسى كان أبي طالب عليه الصلاة والسلام فحينما بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وآله أبو طالب سلم ودائع النبوة لرسول الله صلى الله عليه واله، العلم لم يرفع، انتقل من نبي الى نبي او وصي الى ان وصل الى رسول الله محمد، ومن بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله انتقل الى الائمة واحدا بعد الاخر، وذلك العلم كله الان عند الامام المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ورث الكتب في الجفر الابيض وجعل الله صدره مخزنا لعلمه بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. هنا بعض اصحاب الائمه يسأله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى يعرف الأخير ما عند الأول؟ يعني الإمام اللاحق متى يعرف الشيء الذي عند الاول سواء من العلم او من غير العلم، قال: في اخر دقيقة تبقى من روحه، يعني قبل موت الامام السابق، الامام اللاحق يعلم جميع ما يحتاج اليه، وجميع ما اراد الله سبحانه وتعالى ان يعلمه. لأن التعليم من الله بالتدريج كما ذكرنا، وبعد ذلك قرأنا في بعض الأبواب الماضية أن الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يفيض علما جديدا للإمام الحاضر يبدأ برسول الله، يفيضه على روح رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة واحدا واحدا إلى أن يصل إلى الإمام الحاضر، لماذا؟ لأن لا يكون آخرهم أعلم من أولهم لأن التفضيل بأمور منها العلم ما يمكن أن يكون الإمام الحاضر أفضل من رسول الله في العلم كلا فلذا الله سبحانه وتعالى إذا يريد أن يفي يفيض علما للإمام الحاضر عجل الله تعالى فرجه الشريف يبتدأ برسول الله كما مر في الأحاديث السابقة حتى تبقى فضيلة الأئمة السابقة بحالها. متى يعرف الأخير ما عند الأول؟ سواء من العلم أو غير العلم. قال: في آخر دقيقة تبقى من روحه، يعني من بقاء روحه في هذه الدنيا. وإلا الموت ليس فناء، وإنما انفصال الروح عن الجسد. الروح كانت متصلة بهذا الجسد. بالموت تنفصل. والروح حية لا تموت لا الله سبحانه وتعالى بالنسبة للشهداء يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وحتى الأنبياء كانوا يخاطبون الأموات لماذا لأن أرواحهم تسمع فتولى عنهم يعني القوم الذين عذبوا وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، زين هل نبي الله يتكلم بكلام لغو؟ كلا كانوا يسمعون هم معذبون نزل عليهم العذاب وماتوا لكن ارواحهم كانت تسمع وفي قضيه بدر الرسول صلى الله عليه واله خاطب قتلى المشركين فقال له احدهم اتتكلم مع هام قد صدئت أجساد تعفنت بدأت بالتحلل الرسول صلى الله عليه وآله قال ما أنتم بأسمع منهم هم يستمعون الكلام لأن الرسول قال يا فلان يا فلان يا فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا من عذاب الله سبحانه وتعالى ما أنتم بأسمع منهم حتى العامة يروون روايات أن الميت في قبره يسمع خفق النعال، النعال، النعال المعزين أو الذين دفنوه حينما يذهبون يسمع ذلك الخفق الموت ليست نهاية الحياة وإنما الموت مرحلة أخرى من المراحل مثل الجنين حينما يولد في هذه الدنيا. جنين في بطن أمه له حياة حينما يخرج إلى هذه الدنيا حياة بكيفية أخرى حينما يموت حياة بكيفية ثالثة وقبل انعقاد النطفة كان موجود من عالم الذر حياة بطريقة أخرى وهكذا في آخر دقيقة من حياة الإمام السابق في, هذه في هذا العالم يعلم بجميع ذلك الحديث الاخر عن زرارة عن عبيد بن زراره وجماعه معه قالوا سمعنا ابا عبد الله عليه السلام الامام الصادق يقول يعرف الذي بعد الامام علم من كان قبله في اخر دقيقه تبقى من روحه يعني الامام الذي بعد الامام السابق لكن التعبير شلون يعرف الذي بعد الامام. السبب في ذلك في هذا التعبير هو انه الائمه عليهم الصلاه والسلام في زمان بني اميه وزمان بني العباس كانوا في محنه كبيره. مع انه غالبا ما كانت عندهم معارضه سياسيه. يعني بعد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام والامام الحسن وامير المؤمنين الذين خرجوا بالسيف. لفترة من الامام زين العابدين الى الامام الحسن العسكري لم يخرج احد منهم بالسيف ولا كانت له معارضه سياسيه لكن مع ذلك السلطات الامويه والعباسيه كانت تخشى منهم لماذا؟ لانهم كانوا يعلمون ان هؤلاء هم الخلفاء الحقيقيون لرسول الله صلى الله عليه واله ودائما الغاصب يخشى من صاحب الحق السارق يخشى من صاحب الحق شوف الآن الحكام الدكتاتوريين لماذا يخافون من الشعب لماذا لأنه يدري أنه هو غاصب حقوق الشعب في كل لحظة يخاف من ثورة الشعب عليه هذا من جهة من جهة أخرى كانوا يحسدونهم وإنما متسافل الدرجات يحسد من على إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على بيشوفهم أفضل في العلم في التقوى في النسب في الأخلاق في كل جانب زين هذا الحاكم الجائر يحسدهم بعدين الحكام الجائرين يرسمون سياسات خاصة في كل شيء ومنها في الدين يحرفون كما شاءوا إذا شافوا أنه علماء لا يرضخون لهم طبعا يعارضونهم فالأئمة كانوا في محنة شديدة ولذلك قتلوا إما قتلا بالسيف أو قتلا بالسم وأحياناً كان الحكام الجائرون يترصدون بالإمام الذي من بعد، يقولون نقتله حتى نتخلص، إذا تشوف مثلاً بعض أبناء الأئمة الكبار ماتوا في حياتهم، يعني اكو بعض التحليلات تقول أنه ليس من المستبعد أن سموا يعني إسماعيل عليه السلام ابن الإمام الصادق. عليه افضل الصلاه والسلام هذا كان اكبر ابناء الامام الصادق مات في حياه الامام الصادق لان الناس كانوا يزعمون انه هو الامام لكنه مات في حياه الامام الصادق فالناس التفتوا انه لم يكن هو الامام ويحتمل ان السلطه الجائره هي التي سمته او سيد محمد سبع الدجيل هذا ابن الامام الهادي عليه السلام وهذا كان اكبر ابناء الامام الهادي مات في حياه الامام الهادي هو شاب يعني خمسه وعشرين سنه بهذه الحدود في طريقه الى الحج ويحتمل انه سم وهكذا اخرين ايضا فلذلك من احيانا حينما كان خطر يكون على الامام اللاحق الإمام السابق ما كان يصرح به بأنه هذا خليفتي من بعدي لعامة الناس وإنما كان يصرح للخواص وجعلوا علائم من تلك العلائم العلم تجي إلى أبناء الإمام وتسألهم تشوف من عند العلم يتبين هو الإمام من العلائم طبعا علائم ظاهرة كالسن وعلائم باطنة كالعلم لذلك هنا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول يعرف الذي بعد الامام، يعني الامام الذي بعد الامام، انتم متحيرين ما تدرون من هو الامام، لم يبين لكم لاجل تقيةٍ، وانما بين للخواص، ولعل بعض الناس كانوا يريدون التحريف، يبتدعون مذاهب اديان، وينكرون الامام اللاحق. إذا الإمام يقول يعرف الذي بعد الإمام يعرف الذي بعد الإمام علم من كان قبله في آخر دقيقة تبقى من روحه زين فأنت روحه الذي يدعي الإمام روح سألوه إذا هو الإمام حقا تشوفون علم الإمام السابق موجود عنده وإذا هو مدع ترونه جاهلا لا يعرف الحديث الثالث وهو آخر أحاديث هذا الباب عن أبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق قال قلت له يعني بعض أصحاب الإمام قال له: الإمام متى يعرف إمامته وينتهي الأمر إليه؟ المقصود متى يعرف إمامته يعني متى انتهى الأمر إليه؟ يعني تبوأ المنصب ظاهرًا، لذلك عطفه بعطف تفسيري، متى يعرف إمامته وينتهي الأمر إليه؟ يعني متى يعرف انتهاء الأمر إليه؟ والا كما ذكرنا هؤلاء قبل ان ياتوا الى هذه الدنيا كانوا ائمه. وآدم بين الماء والطين فهم يعرفون انهم ائمه، لكن متى يعرف بانه تبوأ المنصب، بان الامر انتهى اليه بعد من الان بعد ان كان اماما صامتا اصبح اماما ناطقا. الناس عليهم أن يتبعوه بعد أن كان عليهم أن يتبعوا أباه مثلا متى يعرف إمامته وينتهي الأمر إليه قال في آخر دقيقة من حياته الأول في أحاديث أخرى موجودة أيضا في كتاب الكافي هو أنه تعتريه حالة خشية من الله سبحانه وتعالى لم تكن تلك الحالة من السابق موجودة هذا الحديث عن الامام الهادي اظن عليه السلام على اما يخشون الله سبحانه وتعالى خشيه لا حدود لها والله احق ان تخشاه يخشون الله خشيه لا حدود لها لكن خشيه الله درجات الدرجه العاليه منها ايضا فوقها درجه اعلى والدرجه الاعلى فوقها درجه اعلى الإمام قبل أن يتبوأ منصب الإمامة في أعلى درجات من خشية الله، لكن بمجرد موت الإمام الذي قبله، وبمجرد تبوئه المنصب هذه الخشية تزداد، لذلك يقول في آخر دقيقة من حياة الأول، كيف يشعر بذلك؟ بازدياد هذه الخشية كما في أحاديث أخرى زين مرة الإمام اللاحق موجود عند الإمام السابق. مرة ما موجود عنده يعني في يوم عاشوراء الإمام الحسين كان في المقتل والإمام زين العابدين كان في المخيم، صحيح المسافة قريبة لكن لم يكن عنده ليرى لحظة استشهاده. لكن بمجرد استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نزلت تلك الخشية. اللي هي أعلى من ما كان سابقا وكذلك الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان في المدينة والإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كان في خراسان في لحظة استشهاد الإمام الرضا الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام شعر بتلك الخشية فحضر عند أبيه بطي الأرض بإعجاز إلهي وهكذا في ائمة اخرين اخرين عليهم جميعا الصلاة والسلام في اخر دقيقة من حياة الاول. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا معرفتهم وان يوفقنا للعمل بأقوالهم واتباعهم في كل شيء. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين